الله عليكم. الأخت سهى سالم صاحبة السؤال الأول تقول في سؤال آخر: ما طريقة صلاة الاستخارة ومتى تفعل وما الدعاء الخاص بها؟ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الإنسان إذا هم بالأمر ولم يتبين له وجه الصواب هل يقدم عليه أو لا يقدم عليه، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول بعدهما أي بعد السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في معاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم، ويسميها يسمي شأنه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في معاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم.